مرحبا يا واهلا وسهلا فيكم باول فيديو لي بالعربي على اليوتيوب. هلا اذا ملاحظين انه الاضاءة عندي بهذا الفيديو كتير 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 سيئة، كتير بعتذر، بس بشرح لكم ليش خلال الفيديو. شغلة تانية انه اذا شفتوني متلبكة، يعني هلا انا حاليا كتير متلبكة، ف ما بعرف ليش، مع اني عندي كذا فيديو بالانجليزي على اليوتيوب، بس الفيديو بالعربي كتير لبكني اليوم. ما عندي اي فكرة ليش، مع اني لازم يكون اسهل لي، ما بعرف. رح بلش نزل فيديوهات بالعربية. مبدئيا رح يكون كل نهار سبت، فاذا كل سبت رح نزل لكم فيديو. فيديو اليوم رح يكون عن الفاونديشن، كيفية تطبيقه، والخطوات اللي بتبعها لحتى احصل على لوك يكون طبيعي وخالي من العيوب من خلال الفاونديشن. هلا في كتير شغلات ما دخلت فيها كتير بتفاصيل لاني ما رح نقعد نص ساعة هون، مع اني بظن انه الفيديو طويل. بوعدكم الاسابيع اللي جاي الفيديو هاد تكون اقصر. اذا حبيتوا الفيديو وحبيتوني وحابين تضلوا معي، لا تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة وتحطوا لي اعجاب اذا حابين تشوفوا الفيديوهات القادمة. ما بعرف شو بدي اقول، يا خلينا نبلش. هلا اذا الضوء عم ياخذ ويعزي وعم بيروح وبيجي يعني مثل هلا، كثير كثير بعتذر لانه ما عندي ضوء اصطناعي او تبع الاستوديو اللي بيعتمدوا كثير من اليوتيوبرز. عم بعتمد بس على الشمس، والشمس اللي عم تاخذ وتعطي، يعني عم تروح وتجي تروح وتجي، ف بعتذر كثير. هلا انا حطيت الخطوات عندي على ورقه وحطيت الملاحظات لحتى ما انسى اخبركم اي شيء. اللي عن جد فتره عم حاول جمع كل المعلومات اللي عندي، وكل ما اتذكر شغله بكتبها لحتى اقدر فيكم بقدر الامكان. تطبيق كريم الاساس كثير كثير مهم. ان كنتي بدك تعملي لوك كثير خفيف وكثير طبيعي، او ان كنتي بدك تعملي لوك كامل ولوك تقيل، كريم الاساس كثير مهم، وطريقه تطبيقه كمان كثير مهمه حتى ما يطلع تقيل، لان احنا بدنا اياه يكون طبيعي بقدر الامكان. حتى لو كنت بدك تعملي المكياج الكامل كمان حلو انه يبين كمان طبيعي، ما بدنا نحط طبقات 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 يبين على بعد 2000 كيلومتر انه نحن حاطين فاونديشن. هذا هدف، هذا هدفي من هذا الفيديو. في خطوات. هلا الميك اب بشكل عام ما له 1 2 3 4، انه ما عنا انه لا ما في شيء لازم، بس في نصايح ممكن تتبعيها لحد كثير عتمت عندي. المهم بس في نصائح ممكن نتبعها هلا رح احكي، بما اننا كثير مضطرين على الضوء لاني لسه عم بحكي. في نصائح ممكن تتبعيها لحتى بيعطيكي شيء احلى، هي الفكره بس مو اكثر من هيك. اذا بدك تاخدي النتيجه النهائيه تكون كثير حلوه ويعطيكي لوك فلولس او لوك بلا عيوب، هذا كله بيجي من الاساس اللي هو بشرتك، فبدك تعتني ببشرتك قدر الامكان قبل ما تحطي الفاونديشن. كيف بدنا نعمل هذا الشيء؟ بدك تغسلي وشك كثير كثير منيح قبل ما تحطي فاونديشن، وبنصحك كمان انك تعملي تقشير للبشره او اكسفولييتنج للبشره لحتى تشيلي كل الخلايا الميته. هلا تقشير البشره بيتم مرة أو مرتين في الأسبوع حسب بشرتك وحسب قدي أنت بتحطي مكياج عليها، لأنه هذا كمان شيء كثير بيأثر على البشرة. فإذا رقم واحد أنك تغسلي وشك، رقم اثنين أنك تحطي كريم ومرطب بعد ما تغسلي البشرة. ليش كثير مهم أنه نغذي بشرتنا، نعطيها الأشياء اللي بتلزمها. استعملي أي كريم مرطب أنت بتحبيه وأي كريم مرطب بشرتك بحاجة له. هلا رقم ثلاثة البرايمر. البرايمر او اللي بيكون بيجي اساس قبل كريم الاساس. البرايمر بيعطيكي اول شيء بيطول لك الميك اب خلال النهار، بيخليه يثبت معك لمدة اطول، وشغلة ثانية بيخلي الفاونديشن يتوزع بشكل متساوي على كل البشرة. هلا في انواع كثيره للبرايمرز، ما راح ادخل كثير بالتفاصيل. اذا بتحبوا اني اعمل فيديو عن انواع البرايمر، عن انواع الفاونديشن، عن انواع الباودر، حطوا لي لايك او اعجاب لحتى اعرف انكم حابين اني اعمل هالفيديو بالمستقبل. شغله كثير بسيطه راح الخص لك اياها بثلاث كلمات، عرفي نوع بشرتك. بكل بساطه بشرتك دهنيه، في برايمرات او في اساس بيكون مستهدف لبشرة دهنية. إذا عندك
بشرة جافة، في برايمرات مغذية بتعطيكي برايمرات مغذية مرطبة للبشرة الجافة، عندك بشرة عندك مسامات واسعة في برايمرات بتغطي بتغطي هالمسامات و و و في كثير كثير انواع. عرفي انت شو اللي بدك اياه وعلى هالاساس استخدمي. اوكي، هلا بالنسبه للبرايمر انا بحب، هلا انا عندي بشره مختلطه بس بحب اني استعمل برايمر يكون مرطب. هلا رح فرجيكم خيارين كثير قريبين على بعض، واحد غالي وواحد ارخص يعني دراج ستور كثير بحبه، هو من التو فيست، اسمه تو فيست هانج اوفر ريبلينشينج فيس برايمر. كثير 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 بحبه، فيه سيليكون فري اللي بيكون بلا سيليكون، وفيه كوكونات واتر مية جوز الهند. هلا اللي بيكون البديل الارخص من ميبلين اسمه ماستر برايم هايدريتينج برايمر، برايمر او اساس مرطب وفيه هايلورونيك اسيد. كثير منيح الهايلورونيك اسيد، انا كثير بحبه. يعني الضوء اليوم ذبحني ذبحني، ليك رجعت على التغمد. المشكلة انه انا ما عندي غير شباك واحد بالصالون والبيت كله ما فيه شبابيك، يعني الشباك الوحيد المنفذ الوحيد للضوء عندي في البيت هو الصالون. ف بعتذر عن جد بعتذر. هلا انا رح استعمل الميبلين الماستر برايم، ما بدك تكتري ابدا من البرايمر، شوية صغيرة ووزعي على البشرة. هلا انا بحب وزعه بايدي لانه هلا فيك توزعيه بالفرشاية كمان، بس انا بصراحة بحب وزعه بايدي لانه فرشاية ناقص، وما كل العالم خبر على تجميل عندها 7000 فرشاية، عرفتوا كيف؟ هلا انا لاني بشرتي مختلطة وعندي خدودي كتير جافين فدائما حمر. في شيء اسمه برايمر بس بيكون مي، اسمه برايمر واتر. اذا انت من الاشخاص، هلا في اشخاص كثير بيحطوا زيوت، بحطوا زيوت وبحطوا برايمر، انتبهي انك لما اذا بدك تحطي زيت على وشك قبل الفاونديشن ما تستعملي البرايمر واتر او البرايمر اللي بيكون مي بخاخ، لانه مي وزيت ما بيجوا مع بعض، يعني اذا حطيتي مي وزيت خلطتيهم مع بعض ما رح ينخلطوا، لذلك رح يزيح الفاونديشن فورا وما رح يكون كارثه على وشك. فانتبهي بس من هالنقطه، حابه انبهكم عليها قبل ما بلش بالفاونديشن. بحب اقول انه انا بحب احط الفاونديشن بالاسفنجه. هلا عندي خيارين كثير كثير بحبهم، عندكم الاسفنجة من ريال تكنيك كتير كتير منيحة وبحبها لانه لها سطح ساوي، فبس بحب استعمل هذا السطح للفاونديشن، والسطح المدور بحب استعمله للكونسيلر. هلا في الخيار الثاني واللي بيكون اغلى اللي هو البيوتي بلندر، اللي هلا هدول الاثنين منهم مبلولين، هذا حجمهم الطبيعي، لما بتبليهم بالمي وبتعصريهم بيكبروا. البيوتي بلندر كتير حلوة، هلا اثنيناتهم كتير حلوين. البيوتي بلندر بحبها تكش صغيرة شوي أكتر، هذا حجمه قبل ما تبليها بالمي وهذا حجمه بعد ما تبليها بالمي. الخيار الثاني غير الاسفنج هو الفرشاي، هديك رح تعطيكي تغطية أكتر، ولكن أنا بحب الاسفنجة لأنه بكون تغطيتها طبيعية أكتر، بتوزع منتج كتير على الوش. هلأ بالنسبة للفاونديشن كمان عرفي نوع بشرتك واختاري الفاونديشن على هالأساس. يعني اذا انت بشرتك جافه ما تروحي تاخدي واحد للبشره الدهنيه، او انت بشره دهنيه ما تاخدي شيء للبشره الجافه اللي راح يعطيك لمعه كثيره لوشك، لاني انت من الاساس بشرتك دهنيه وراح تفرز زيوت وراح تعطيكي راح يلمع الفاونديشن عندك. فاذا انت حاطه من الاساس فاونديشن له لمعه او له لمناصري وبعدها بشرتك افرزت دهون، فراح يكون عندك مسرح زيوت على الوجه. هلا البشرة العادية فيها تختار أي شيء لإلها. البشرة المختلطة أقل شيء بيكون الفاونديشن مستهدف لإلها، يعني كثير قليل تلاقي فاونديشن مستهدف خصيصا للبشرة المختلطة. هلا بالنسبة لإلي بحب استعمل الفاونديشن اللي بيكون موجه للبشرة العادية، وبالإضافة لإله بحط بثبت منطقة التي زون اللي بتجي الجبين مع الأنف. هلا بالنسبه للفاونديشن رح فرجيكم خيارين، خيار كمان اغلى وارخص.
الخيار اللي بيكون شوي اغلى اللي هو الخيار اللي كتير من اليوتيوبرز بحبوه وبينصحوا فيه اللي هو الميك اب فوريفر الترا اتش دي، كتير 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 منيح وبالصور ما بيعطيك انعكاس لانه هو اتش دي. والفاونديشن اللي هو يعني اخو الا شوي الالي جيرل برو كفرج هاي ديفينيشن كمان بيجي اتش دي، لان رح استعمل الارخص رح استعمل السفنج تبعي التكنيكس. هلا لما بدك توزعي الفاونديشن ما تحطي 3 4 كبسات وتحطي كله على وشك، انتبهي منيح، بدك شوي شوي تبني التغطيه اللي انت حاببتيها، لانه بس ما حطيتيه صعب تشيليه، خصوصي اذا كنت عم تستعملي الفرشاه. هلا ممكن اذا حطينا شويتك صغيره الاسفنجه رح تمتصه، ولكن اذا كنتي عم تستعملي فرشاي الفرشاي رح ما رح تمص الزائد، الفرشاي رح تعطيكي تغطيه اكبر. ابني خطوه، ابني شوي 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 لحتى توصلي تشوفي انه لا اوكي انا بدي تغطيه كثير رقيقه، بدي تغطيه متوسطه، بدي تغطيه كامله. حتى لو بدك تغطيه كامله كمان ابني شوي شوي، استهدفي المناطق اللي انت بدك تغطيها اكثر. يعني هلا مثلا انا لما بدي ابني تغطيه متوسطه بحط اول طبقه وزع على كل شيء، الطبقه الثانيه رح وزعها بس على خدودي لانه فيها احمرار، اكثر من هيك ما رح اعمل. هلا حطيت انا كبسه على ايدي، رح وزعها باصبعي اول شيء وبعدها رح ادمجها بالاسفنجه. لما خلص عندي الكبسة انتبهتوا؟ انتبهي البيوتي بلندر ما تسحبيها او الاسفنجة ما تسحبيها سحب، ما تعملي هيك ضغط بسيط بيقولوا لا طبطب ابزن وشي طالع مثل قرص الشمينت وبعرف، بس على الكاميرا على فكرة. تبي انك تمزجي لتحت، تحطي كمان لحتى ما يطلع خط بين وشك ولون رقبتك. فيا لون الفاونديشن عم ياخد ويعطي على الكاميرا، عم شوف وانا كثير بعتذر بس من الاضاءة، وكل شوي عم حاول العب بالكاميرا لانه لما بتطلع الشمس في الكاميرا قلق اعدادات، ولما بتغيب الشمس الكاميرا قلق اعدادات، فبجد بعتذر. هلا انا بالنسبه لي راح اوقف هون لاني اكثر من هيك ما بدي، ما عندي حفله، ما عندي شيء لهون بكفيني وزياده، تغطيته متوسطه. هلا بنجي في خطوه انا نسيتها لاني ما بعملها اللي هي الكولر كوركتينج. الكولر كوركتينج او تصحيح اللون بيجي قبل ما تحطي الفاونديشن. فكره الكولر كوركتينج انك تستعملي لون عكسي من دولاب الالوان اللي راح احط لك اياه على الشاشه هون. يعني اذا انت عندك احمرار ببشرتك بدك تحطي لون اخضر. هلا هن بيجوا مثل بيجوا علب مثل هاد او بيجوا بشكل انبوبي. هلا انا رح استعمل واحد تحت العين تحت الكنسيلر رح احطه، انا بالعاده بحطه بعد الفاونديشن لانه ما بحط فاونديشن على عيني مشان هيك، ولكن انت اذا بدك تعملي تصحيح لبشرتك اعمليه قبل الفاونديشن. انا بالنسبه لي انا بس لعيني بعمل تصحيح لون ومو دائما، لذلك بحطه بعد الفاونديشن. ولكن اذا عندك تصحيح الوان كتير ببشرتك بدك تحطي الاخضر بدك تحطي الموف فبحطيه قبل الفاونديشن بعد بتحطي الفاونديشن فوق. هلا بالنسبه لي كل اللي راح اعمله هو شويه صغيره من اللون اللي بيجي على بيتش او اللي بيجي على مشمشي على اورانج، رح حطه تحت العين لأخفي الهالات الحلوة اللي طالعة تحت عيني. يا هاي عم اعمل كوارث حوالي بس لو تشوفوا شو عاملة. حب اول شي من دوبي فرشاي، هاي اسمها ديلوكس كريس برش من ريل تكنيكس. على مدمع العين كمان ولا هلا بالنسبة لي خصوصي للعالم اللي عنده سوداد بهاي المنطقة انتبهي كثير منيح انك توزعي هيك كمان.
بقدر ادمجه شوي بالاسفنج. هلا بدنا نجي لخاف العيوب او الكنسيلر. هلا لاخفاء العيوب انتبهي انك ما تختاري لون يكون كتير كتير افتح من بشرتك. اذا بدك تعملي تصحيح لون مع شوية اضاءة ينصح بانه يكون درجتين افتح. اذا بدك بس تصحيح عيوب كتير بسيط تاخديه بدرجة واحدة افتح. واذا ما بدك تحطي فاونديشن بدك تستعملي الكنسيلر كفاونديشن استعملي لون يكون مطابق للون بشرتك. اوكي بالنسبة لي انا حاستعمل نفس ماركة الفاونديشن كمان LA Girl Pro Conceal HD كنسيلر خاف العيوب من LA Girl. كمان حادمج اول شي بالفرشاي بعدين من الاسفنجة. هلا بالنسبة لي انا بحب اطلع فيه لبرا وارجع فيه لجوا واحطه شوي من اللي بقيان على فوق الجفن بيعطيني اساس لظلال العيون اللي رح احطها بعدين. حتى اذا ما بدي احط ظلال عيون بدي اخبي لي انا عندي كثير عروق مبينين على جفني فبخبيها لي. صبايا هلا رح نثبت الكريم اللي حطيناه. هلا اول شيء رح ابدا بتثبيت الكنسيلر. اول شيء استني عليه فتره لينشف شوي بعدين ثبتيه. ما تحطي ما انه فورا حطيت الكنسيلر فورا حطي الباودر فوق. استني عليه دقيقتين تقريبا وبعدها ثبتيه لانه والفاونديشن نفس الشيء لانه اذا حطيتي باودر فوق كريم لسه ما كتير امتزج مع بشرتك وبياخد فتره شوي للبشره تاخده. اذا حطيتي الباودر فورا فوقه رح بيقولوا كيكي رح يصير لزق هيك على بعضه ورح يطلع موديله ابدا ما حلو. فاستني عليه ما عم قلك استني عليه ساعة استني عليه عم قول دقيقة دقيقتين بعدها حطي الباودر. هلا بالنسبة لتثبتي الكنسيلر ما تستعملي خصوصي اذا رح تاخدي صور هي نصيحة كتير مهمة ما تاخدي باودر انتبهي انه ما يعطي انعكاس واغلب الباودرات اللي بيكون لونه ابيض بيعطي انعكاس للبشرة. هلا إذا بدك تاخدي باودر هلا الملك وهذا أبيض أبيض مثل هذا الباودر أحيانا هلا ما كلهم بس أغلبهم بيكون بيعطوا انعكاس لفلاش الكاميرا. اختاري يكون باودر يكون على عظمي ما كتير يكون غامق. هلا بالنسبة لي أنا رح أستعمل هذا من ريمول اسمه ريمول ستاي مات باودر. راح ثبت في الكنسيلر اللي حطيته تحت العين بالفرشاة يطلعي لبرا رجعي تخلي له جوا هيك بتكوني ثبتتي الكنسيلر كتير منيح. هلا بالنسبة لي رح استعمل نفس الباودر لحتى ثبت المنطقة التي اللي بتجي للجبين مع الأنف لأنه مثل ما قلت لكم بشرتي مختلطة وراح تصير راح تفرز لي دهون في هالمنطقة. هلا بدك إذا أنت عندك بشرة دهنية بنصحك إنك تثبتي كامل وشك. إذا عندك بشرة جافة فيكي تنطي فوق هالخطوة ما إنك محتاجة لأنه مكياجك ما راح يزيح وبشرتك ما راح تفرز دهون. هلا بالنسبه لفيديو اليوم انا رح اقف هون. هلا فيها كان نستعمل خافي العيوب لنعمل هايلايت للبشره ورح نستعمل البرونزر هايلايتر كونتور. هلا اللي هو بيعتمد على مبدا الظل رح نرجع نبرز ملامح الوجه لانه بعد ما حطيناها صار وشنا هيك مثل قرص البانكيك او مثل قرص الهمبرجر صار كله لون واحد. فرح نرجع نعيد الألوان الطبيعية اللي هي من الأساس موجودة ببشرتنا رح نعيدها مرة تانية. هذا بحاجة لفيديو لحاله لأنه رح يكون كتير طويل إذا دمجته مع هالفيديو. هلا أنا رح أحط شوي كمل مكياجي
وارجع لكم لحتى نختم الفيديو سوا. بالنسبه لي كملت مكياج وشي. هلا الخطوه الاخيره اللي راح اعملها قبل ما اني اختم الفيديو، راح بخ مثبت. استعملي اي بخاخ مثبت للمكياج انت بتحبيه، هذا الشيء راح يساعد انه يثبت معك المكياج، و بيخلي كل الفاونديشن والبحر بانهم كانه يتوحدوا مع بعضهم، يندمجوا مع البشره لحتى ما يبينوا ما يبين المكياج الثقيل على الوش. وهيك بيكون خلص الفيديو اليوم. بتمنى من كل قلبي انكم تكونوا استفدوا وانكم تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو. بعتذر مره ثانيه للاضاءه لاني كتير كتير كانت سيئه، انا بعرف. ان شاء الله ما رح يتكرر هالشي بالفيديوهات اللي جايه. اذا حابين تشوفوا فيديوهات اكثر لا تنسوا تشتركوا في القناه، تعملوا اشتراك تحت وتحطوا اعجاب وتكتبوا لي امنياتكم للفيديوهات اللي جايه. يعني اذا عندكم اي فيديو، إذا عندكم أي فكرة عن أي فيديو حابين أني أعمله اكتبوا لي إياه تحت بقسم التعليقات. وبحب أقول لكم أني أنا كثير كنت مرتبكة بهذا الفيديو، ما بعرف إذا بين علي ما بين علي ما بعرف، بس كثير كنت مرتبكة والضو ربكني بزيادة. خلاني متلبكة بزيادة، كثير آسفة. صار ما بعرف كم مرة عم أقول آسفة بس عن جد آسفة. بتمنى تعليقكم تكون ايجابيه، واذا عندكم نقد بناء اكيد قولوا لي، اكيد راح استقبله بصدر كتير رحب. وبس هيك، لا تنسوا تشوفوني السبت القادم، لا تنسوا ترنوا الجرس اذا عملتوا اشتراك، لا تنسوا ترنوا الجرس لحتى يجيكم اشعار مني لما بحمل فيديو. لا تنسوا الجمال مش من برا، المهم نكون حلوين ونضاف من جوا. بتمنى لكم نهار كتير حلو، وشوفكم الاسبوع اللي جاي. باي. كتير زي ابو الخطابات انا فكرة، كتير يعني ما بعرف سيئة، ما بعرف احكي، يعني حتى لو اني عم بحكي مع حالي، يعني ماني عم بحكي مع حالي فعليا، بس اني ولو اني لحالي وعم بحكي مع كاميرا، بس كمان فكرة انه في حدا راح يشوفني بعدين بتلبقني. مو ضابطة من كتر مو جوعانة، عصافير بطني عم بتزقزق، عاملة حفلة موسيقية جوا بطني، عم تعزف ألحان وسيمفونيات. بيخلي الفاونديشن يتوزع بشكل كتير بيخلي الفاونديشن بعرف انكم حابين اعمل هالفيديو لان حابين لحتى اعرف انكم بحب البرايمر اللي بيكون مرق. ييه علينا، يعني فيديو اليوم بالنسبة لي دبحان، دبحت الإضاءة، دبحتني. طلعت يا ما أحلى نورها شمس الشموسي، صديقتي بشعة بعرف.